أهلا بكم ونواصل فقرتنا، ودلوقتي فقرة الموهبة. فقرة المواهب بتجيلي برضو عن طريق صفحة البرنامج الفيسبوك، ومعانا النهاردة موهبة من صعيد مصر، من المنيا، من صملوط، نتعرف عليه. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. قول لي بقى، عرف الناس الأول، السادة المشاهدين، عنك اسمك إيه؟ عبد الله علي زين أستاذ من عبد المنيا، الله. أستاذ عبد الله، صملوط، نزلة الصقر. أهلا بحضرتك. الله يكرمك. موهبتك شعر؟ طبعا. تمام. موهبتك دي بقالها قد إيه؟ إيه يا فندم؟ موهبتك بقالها قد إيه؟ يعني أنا كنت بكتب مثلا من 2006، وبعدين بطلت شوية، الحياة لاهت الواحد شوية، وبعدين رجعت تاني مثلا من حوالي سنة. سنة. طيب نسمع برضو كده ايه الاشعار اللي انت مجهزها. تمام. الناس اتفضل. وانا ما لقيتش اجمل من ان انا اكتب حاجة عن الشهيد في الاول عشان عن نبدأ الشهيد. بيها. ايوه اتفضل. اسم القصيدة جبر الشهيد. جبر الشهيد. جبر تحت شجرة وحواح. لو ميت انت حضرتك المايك بس كده، المايك مايك جنبي. عشان بس ماشي تمام. جبر تحت شجرة وحواح. لو ميت مصباح يتمنوا النجا، لو سكب الدجا وساح، معششة على فروحها يا ماما، بترمي فضلاتها وجشر وطواتها، لعنة في المدن صياتها ومآمنة الحضن الأشباح. لكن جوا الجبر مطرز نجوم، ما ضربش وهجها شطان مرجوم، نازلة بغشاها تفاها السما ورشاها، لو خافت النزول كان سقف السما مشاها، كرماها بجذورها لو جي دورها وما صورتش مكان الهجوم. ونور الجبر بيلعط على عين اليمامة في غيتها، هي اللي عارفة أم الشهيد، بتاخد هدومه في حضنها بكيتها، وتخاف لا تفتحها يبكيها ريحة عرجه، فسايباها بنفس طيتها. كانت واخدة كتفه عكاز ونفسه رذاذ يصد صهد الشمس وقت مشيتها. والله يا وطن، والله يا وطن، طن في دماغي طن من ويل، لو كنت مكان اليمامة لأرسلت نفسي طيرا أبابيل، وإن لم يأتوا بالسفك بدليل فلا كيل لهم عندي ولا كيل، تج الغبارك يا هوى وقف الدانة، زج هبوك في صدر أم بردانة، هي اللي حست بالطلق وربت وقدمته للطلق، تستحق نقعد عرايا ونوهب لبردها ردانة، كم شهيد الدانة لجل بلد مدانة، قصد تاني يا غبار الهوى عالرصاصة والدانة، ما تزودش نار قلبي منتج دريان بقوة وطول مدانة، الحب في قلبي مزروع ضروع ودب ما تجب وصب ما تكب، وقرب في حرب يهب في عب اللي عدانا، بهدي قوتي شب للشيب وهرجع بالشيب من تاني ولدانا، وهرجع بزنادي زي اللي قبلي استشهد لما أمن وعدانا، بعشق رمالك فيها سراديبك نعاج من عاج ضد ديبك، أنا ضرعك وضرع الشهيد ولبنه، بحلب على القصل أنا الدراز بعرجه وبتبنه، حارس توبك وطوبك وقت ما بتبنه، أنا الشهيد الحي بركع على دمك تجاه كعبتك، وتخيل ضراك شايل ضناك في إيده لعبة بتقول له لعبتك، أنا الشهيد الحي، أنا وترك وعطرك بعد بترك، وقتال من قتلك وسجاد لمن فتلك، بهديلكم قوتي، بهديلكم قوتي في حزمة حطب مربوطة بالسواعد، بيد الجندي والضابط والمساعد، يضربها المتربص على حدة سيف كأنه بيقطع في طيف، العود جوا القتة لو هش بيساعد. طيب احنا دلوقتي سمعنا، انا مش عايزة اقول لك اللي انت دلوقتي قلبت المواجع على كل ام شهيد. الله. تمام. فكده لا، كفاية كده القصيدة دي. كلمنا بقى عن نفسك، يعني القصائد دي محتاجة لغة عربية جامدة، يعني يكون متخصص في اللغة العربية. انت ايه بقى؟ يعني عايزة اعرف بقى ايه شهاداتك، ايه اتقانك للغة العربية في شعر زي كده جاي ازاي؟
هو عادي يعني، انا ما شهادات على فكره، انا معايا يعتبر دبلوم، ولكن بتقرا كتير؟ بقرا كتير اول حاجه، وقبل ما اكتب البيت بعرف اتجاه البيت فين، واعرف الكلمه اللي يعني انا بكتبها. يعني ايه اتجاه البيت فين؟ علشان لكل شاعر او كل واحد مبتدئ يعني دلوقتي عايز يفهم انت وصلت للمرحله دي ازاي. ما هقول لحضرتك على حاجه، يعني هو لازم الشعر يبقى مترتب، يعني لازم يبقى، يعني ممكن واحد مثلا يقرا مثلا 3 4 ابيات وبعدين الشعر يتوهه، لكن لازم يبقى منسق، مثلا البيت ده بيتكلم، ال4 ابيات دول بيتكلموا عن شيء معين، وبعدين انقل على حاجه تاني، وبعدين بترتيب، بحيث ان اللي بيسمع الشعر يبقى فاهم القصيده بتتكلم عن ايه بالظبط، ما توهش المستمع او المشاهد. ايه اللي جه بقى في دماغك اللي انت كده يعني عندك موهبه الشعر؟ يعني مين اللي اكتشفك قال لك لا انت فعلا شاعر ولازم بقى ايه تظهر موهبتك دي؟ مين اللي شجعك؟ كتير بامانه يعني. اول حاجه الناس القريبه مني في البيت، اصحابي، الناس اللي هم الناس الكبيره اللي هي بتاع زمان دي، بتبقى عارفه قيمه الكلام وتبقى عارفه كده. طيب انت فعلا شاعر فعلا موهوب، واحنا دلوقتي بنناشد اي حد عنده خبره في مجال الشعر، فعلا دي موهبه حد يتبناها فعلا هتجيب نتيجه جامده جدا. يعني شعرك فعلا ما شاء الله عليه. الله يكرمك. فدلوقتي الساده المشاهدين كلهم بيشوفونا دلوقتي، فاي حد عايز فعلا يتبنى موهبه حقيقيه، معانا شاعر فعلا من صعيد مصر من المنيا. تحياتي كل طبعا لاهل المنيا، وتحياتي لصمالوط. مظبوط كده؟ الله يكرمك. بالظبط كده. شرفتني. الله يكرمك. الله يكرمك. هنطلع فاصل ونواصل بقيه فقراتنا.